يعني هي قصة شخصية، نعم لكن عاد يعني إكراما له وإكراما لجمهوركم. نعم. هي نعم. يعني نقطة مهمة جدا، لا تعلق ب يعني بشخصي بقدر نعم. ما تتعلق على يعني أصل القصة. أنا أجريت عملية قلب مفتوح، نعم. وبعد أن ثاني يوم أفقت من العملية وكانت الخياطة قد تمت وكل شيء، جاء الأطباء لجرة العادة المتفقدون المرضى في العناية المركزة، وكان هذا لتوي قد استيقظت من البنج يعني بعد 24 ساعة من العملية. الممرض المسؤول عني لاحظ قضية شيء في الدم فأخبر به الطبيب الذي ينيب، فالطبيب استدعى طبيبا آخر والطبيب الآخر استدعى طبيبا ثالثا، حتى اجتمع قرابة 14 شخصا من الأطباء والمسؤولين عن قضية المرضى بما فيهم، حتى إنهم وحيلوا يعني أسقط في أيديهم ماذا يفعلوا كل ذلك وأنا لا أدري. يعني أنا أرى الوجوه تغيرت والوجوه خائفة والأجهزة خلف رأسي يعني خلف السرير وهي تعطي إشارات غير طيبة، لكني أنا لا أراها لكني أرى في وجوههم. فاستدعوا الدكتور آدم وهو دكتور سوداني موفق أن يأتي ليرى، فلما رأى هو طبيا قرأها بطريقته، فظهر في دم متجمد على المتجمع على القلب بعد العملية، فقال لي بالحرف الواحد: والله يا شيخ صالح نحن نستأذنك في أننا نعيدك إلى غرفة العمليات لفتح القلب مرة أخرى، في دم يراد لابد أن يخرج متجمع. طبعا هذا الأمر يعني نزل عليك الصاعقة، لكن وقتها هداني الله. أنا أقول طبعا أنا قلت يعني أتكلم بوضوح، في المرة الأولى كان لدي أمل أن العملية تنجو، لكن الآن بدأت يعني يدخلني خوف، فقلت خليني أقطعها بالشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله، وأشرت برأسي أني موافق يعني. فهو أوكل إليهم فك الأجهزة الموجودة، فأقول أنا مركز تمهيدا لنزولي، ولبس الكمام ونزل يسبقني غرفة العمليات. في هذه اللحظة كانت هناك ممرضة لبنانية واقفة على الشمال من عندي، هداها الله، قالت لي: ما تعرف صالح مع أخ شيخ ما شيخ، لا تعرفها. قالت: يا أخ، أو قالت نادتني يا صالح ما أدري، قالت: اسمع، صلي على النبي وهي تفرج. الله. فقلت أنا جبلة كأي إنسان، نطقها الله، اللهم صلي على محمد وآل محمد، هكذا بالضبط. والله أنا قلتها كل الدم نزل، وإذا بالأجهزة تتغير، فهم يرتابون ماذا حصل، ماذا رجع، ماذا ماذا ماذا، تغير الأمر. فاستدعوا الدكتور آدم مرة أخرى فصعد، فلما رآها رأى الشاشة ورأى الدم، قال: يا شيخ صالح، ما كنا نريد أن نجزه لك ونخلصك منه، خلصك الله من فوق سبع سماوات. طبعا نحن الآن ليس قضية صالح، قضية هذه المرأة التي وفقها الله لأنت، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لما قال: أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذن تكفى همك. يعني كفانا الله همها بالصلاة على نبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت هي ليس لها علاقة بشخصي، هي علاقة بالتوفيق لكل من يستمعنا وشاهدنا إلى الإكثار، توفيق المرأة حتى لا يساء الظن بالمسلمات. يعني الذي يرى هيئتها ولباسها لا يظن أنها تعرف الله طرفة عين، ومع ذلك أنا الذي موسوم بأن إمام خطيب قباء لم يأتي على بالي أن أقول هذه الكلمة، لكن هي نصحتني، قالت: افهم، اسمع، بكل رقة وبكل تعاطف، يعني كأنه وضعي أحزنها كوني أعادل العملية وأنا فرح أني قد خرجت منها، فقالت: صلي على النبي وساء ربك بفرجها، بلغتها بلهجتها، طبعا أنا لا أحسن لهجتها، فقالت: ربك بفرجها، فرجها الله جل وعلا، الحمد لله على فضله. الحمد لله. طيب.